عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجمل تحية وتحية كبيرة وخالصة بالخصوص من قلب استوديو قناة شوف تي في على البث المباشر في برنامج أشبع عندك مع كريم وسط. كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وتدوزوا نهار بخير وعلى خير، وبداية إن شاء الله أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله يا ربي. كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير وتكون الأمور غدا مزيانة، والجرعة الثانية ديال اللقاح غدا باستمرار إن شاء الله، والحمد لله راه غادي كل شيء مزيان. كل مرة أخرى شكرا للصحة، شكرا للمجتمع المدني، شكرا للسلطات المحلية على المجهودات ديالهم. قبل ما نبداو كنبغي نقول شوف تي في كترحب بك، برنامج أشبع عندك، انت ما عليك غير تسول وشوف تي في تعطيك الحل، فتح قلبك قول اشنو كاين، راه الجواب تلقاه في العين. كنتمنى انكم تلقاو الجواب في العين وتلقاو يعني نكونوا في حسن الظن ديالكم والمستمعين والمشاهدين. اليوم الحلقه خاصه والحلقه موضوع اليوم مهم، هو واش راضين على البنيه التحتيه في مدينتكم؟ بغينا الراي ديالكم، وكنتمنى انكم تكونوا بالف خير، ونبغيو التفاعل ديالكم ان شاء الله يكون كثر. واللي بغى يتواصل معنا ويتصل بينا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23، معنا اول اتصال. الو، السلام عليكم. الو الو مبيان، السلام عليكم اسيدي، بخير الحمد لله، الله يرحم والديك. مرحبا بك اسيدي، شكون معايا؟ قول لي. كنسمع كنشوف مباشرة علينا عندكم هنايا. مرحبا بك، اسمك الله سيدي، شكون معايا؟ معك العياشي من مدينة مرتين. الاسم؟ العياشي أنوان من مدينة مرتين. ياسين؟ مرتين مرتين مرتين. لا، الاسم ديالك. عليك السلام. نعم؟ نعم؟ اسمك الله، اسمك الله. تقطع الخط، تيقول مدينة مرتين. ولكن تحيا لتطوان الحمامة البيضاء، ولكن ما سمعتش الاسم ديالو. كنتمنى مرة أخرى يتفاعل معنا، واليوم الحلقة راه مهمة وموضوع اللي كنتمنى كل يعني المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن يتفاعلوا معنا وفي الحلقة اليوم، اللي واش راضين على البنية التحتية في مدينتكم. وكنتمنى انكم تجاوبوا معنا وتواصلوا معنا، وكنتمنى انكم تكونوا في حسن الظن ان شاء الله، نكونوا حتى حنا كذلك في حسن الظن ديالكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وتتفاعلوا معنا ان شاء الله. والحمد لله البنيه التحتيه يعني حنا يعني كل داخل المغرب وخارج المغرب، يعني من طنجه للقويره اللي كنقولوا يعني كاينين شي اوضاع اللي ناس يعني تحية مرة أخرى ناس ديال الشمال بهذا المنبر، لأن كانت تضرروا بزاف يعني في يعني فاض عليهم الواد الواد يعني الشرف الله قدركم القوادس ديال الواد الحار، يعني الناس تمحلت بزاف. وحنا كنتمناو نكونوا في حسن الظن، لان ماشي غير الشمال يعني حتى الغرب وبزاف بزاف بزاف. ومعنا اتصال مره اخرى متفاعل اللي ما تفاعلش معنا مزيان. اسمك الله خويا. العياشي. العياشي ملوان. عياشي. من مارتين. من مارتين. مرحبا بك، تحيه لك العياشي من مارتين. اش كتقول الراي ديالك في واش نتوما راضين على البنيه التحتيه في مدينتكم؟ بصراحه ما راضيش، كما كتشوفوا هادشي اللي وقع لنا في مدينه تطوان، كلشي شاف هادشي هذا اللي وقع لنا حنا غير. راه هادشي اللي قلت دابا، قلت كنتمنى ان مره اخرى يتفاعل معنا الاخ من مدينه تطوان الحمام البيضاء مارتين، لان تكرفسوا الناس ديال الشمال بزاف وتضرروا، واللي كان معكم والله يعني اشنو كتقول ويعني من المسؤول وشنو؟ عطينا الراي ديالك السي عياشي. هذا كما قلت يعني في الحادثه اللي
اللي كيضروا بزاف وفهمتي انا نتاك الله يحسن العون لكن الله انهم يعملوا هذا الشيء هذا ويكيفوا الناس الله يحسن العون وهذا الشيء هذا اللي وقع للناس في طوان راه نضروا بزاف نتاك الله يحسن العون. نعم يعني خاصنا الناس المسؤولين ولا يعني يقوموا بالخدمه ديالهم باش باش كل امور مزيانه وتا الناس ما تتضررش. حنا الحمد لله بلادنا بلد يعني حبيبه غادي كل شيء مزيان. يعني خصنا الناس المسؤولين يقوموا بالواجب ديالهم ياك السي. كنتمنى والله شكرا جزاك الله كريم على هذا الله يرحمك الوالدين ويسمح لنا بزاف. ربي يخليك. ورساله يعني رساله بغيتك توجهها انت للمتتبعين والمشاهدين بغيتك انت تقولها السي العياشي. كنتمنى والله يعني كما قلت يعني نشوفوا الحاله ديال الناس اللي ضاعوا في الدوار. نعم سيدي. كنتمنى والله يكونوا بالعمل ديالهم يعني مع هذا الانتخابات اللي جات كنتمنى والله يعني الا كان غنتاخد شي واحد من مدينه تطوان كون بات شي هذا وطلعت شي هذا وكنتمنى انه كل الكلمه ديال الشيء اللي معنا يعني كتقول على المنتخبون يعني الناس يعني اللي على استعداد في الانتخابات يقوموا بالمهام ديالهم وكنتمنى ان شاء الله تكون الامور مزيانه. حنا في بلد يعني الحمد لله متقدم وغادي مزيان والامور يعني دائما تحت حكمه قائد الأمة صاحب الجلالة محمد السادس رعاه الله ونصره. يعني بالمجهودات ديالو خاص الناس يعني المسؤولين تاهما ولا الحكومة يعني يقوموا بالمجهودات ديالهم باش الأمور تكون غدا مزيانة. يعني حتى في هذه الجائحة ملي كتوقع شي كارثة مساكن بحال كيفيد الله يستر عليك غير قادوس في السيكتور ديالك كتولي مشكلة. وقع شي فويت في الحومه كتولي واحد الحاله اللي لا يرثى لها. يعني الناس بحال دابا هذا الواد اللي فاض يعني الدور ديال واش الدور ديال الناس ديال ليديك واش الدور ديال يعني حتى دوك المسؤولين مساكن دوك في القطاع ماشيين برا مساكن القطاع مساكن اللي كنقولوا في النظافه دايرين مساكن المجهود ديالهم ولكن اللي كبر منهم ما كبير الله سبحانه وتعالى يعني خصهم يقوموا بالواجب الواجب ديالهم تاخذ فيها انا تكلمت الكلمه ديالكم صح. شكرا لك على التفاعل ديالك. وانا عبد الله الله يرحمه بك شكرا بزاف. الله يرحمك مبروك مبروك عليكم. الله يرحمك الله يرحمك الوالدين شكرا بزاف. شعبان وان شاء الله الله يبلغنا شهر رمضان بالصحة والعافية. مبارك الله يرحمه ان شاء الله الله يرحمه بك. شكرا لك شكرا لك العياشي المسكين من يعني من مدينة تطوان مرتيل اللي كيقول يعني تضررت الناس الشمال. يعني خاص تكون واحد الالتفاته دور المسؤولين يعني اللي غينتخبوا اللي غيقوموا بالواجب وهذا كنتمنى وتكون واحد الالتفاته الناس يعني كل مدينه عندها مسؤول ديالها يعني كمن المجلس ولا مع احتراماتي الجميع لا من المش يعني كنقولوا حنايا من السلطات المحليه ولا الجماعات ولا هذا. يعني كنتمنى تكون الامور بخير وعلى خير وتكون واحد الالتفاته لهاد الناس باش تكون الامور يعني حتى البنيه التحتيه حتى في الديور كتلقاي دابا تلقى الدار شحال دابا حتى هنا في يعني في مدينه الدار البيضاء على ذكر في المدينه القديمه في درب مولاي الشريف الحي المحمدي اللي وقع يعني الديور كيطيحوا يعني كاينه واحد الهشاشه في سميتو يعني خص تكون يعني ما نقدرش نقول على البنيه التحتيه ما عندهاش واحد الساس. اللي كنتمناو نكونوا حسن الظن هاد الناس اللي خصهم يقوموا بالمهام ديالهم باش المواطن ما يتضررش. ومعنا اتصال اخر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سيدي شكون معايا؟ لاله كريمه شخباركم على خير كلشي بخير؟ مرحبا بك سيدي شكون معايا؟ مرحبا الله يطول معك هشام من العيون. تحية سي هشام العيون الشرقية ولا العيون الصحراء؟ لا العيون الصحراء ديجا تكلمنا على الريكبي. داكشي كنشوف هاد الصوت ما خافيش عليا شنو بتك لاباس؟
شنو قلت لكم؟ لا لا لك الخير كلشي بخير، لا 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 ما عليكم كلشي بخير اختي كريمة. صاري عندك بخير؟ والله الا الا الخير الحمد لله، الله يجازيك بخير اختي كريمة، الله يطول لنا عمرك حنا غبرنا واحد شويه. وخيرت وخيرت، مرحبا وسهلا. الله يخطيك. تحيه من هاد يعني من البث المباشر في قلب الاستوديو شوف تي في، كنبغي نحيي الناس ديال العيون وخيارت ويا وني بيهم. لالي اختك لالي كريمه. مرحبا بك هشام، كنت تفاعلت معنا. قول لي السي هشام مرحبا بك، وعواشرك مبروكه ومبروك علينا وعليكم بجميع تمنيتو. شعبان يدخل علينا وعلى امه محمد، واللهم يا ربي امين. الشهر الغفران رمضان ان شاء الله بصحه وسلامه. امين لالي امين امين لالي كريمه. قول لي السي هشام واش راضي على البنيه التحتيه في المدينه ديالتكم؟ بكل صراحه. بكل صراحه. تفضل. ولكن كلمه احنا راضيين، الا قلنا احنا راضيين. نعم فهمتيني؟ نعم. نسمعوا كنكذبوا، نكونوا واحد شويه واقعيين. هذا هو المعقول، تفضل لك الكلمه. نكونوا واقعيين، نكونوا واقعيين. تفضل. هاد المسائل هذه فهمتيني صعيبه بزاف، ولكن انا عندي غير واحد التدخل بسيط في هاد المسائل. باش كنبقاو نكريتيكيو ملي كيجي المشكل بحال ما هكا ديال هادشي البنيه التحتيه وهذه فهمتيني. كنبداو نعيبوا على المسؤولين، كنبداو نعيبوا على بزاف ديال الناس فهمتيني. لا انا من واحد النوع ديال الناس اللي كنقول نعيبوا على راسنا، لان هاد المسؤولين حنا اللي حطيناهم، حنا اللي درناهم، حنا اللي كبرناهم. شنو بغيت تقول؟ حنا اللي صوتنا عليهم. نعم تماما هاد المفهوم هذا. تفضل ياك لاله كريمه. تفضل. لا لا كان كلمه مادام تتفاعلت معنا هذا يعني على البث المباشر، لكن الصراحه مزيانه، وانا كيعجبني انسان صريح واللي كيقول اللي في القلب ديالو على لسانه. مرحبا تتكلم. كيف يعقل مثلا ناخذ على سبيل المثال نعم رئيس مجلس بلدي ديال اي منطقه ديال اي المغرب كامل؟ نعم نظن ما كاينش رئيس مجلس البلدي المهنه ديالو هي رئيس مجلس بلدي. نعم ياك كتمشي كتلقاي عنده مثلا عنده مصنع، عنده معامل، عنده هادي عنده هادي عنده هادي، راه نورمال لوجيك شنو غادي يقول لك؟ كيفاش غادي يخرج لك شي؟ الا خرج لك غيخرج لك نهار واحد، وديك النهار في واحد ساعتين غيجي غيتجمع مع الاعضاء. فهمتيني؟ هذوك الاعضاء فيه الناس اللي معاه وفيه المعارضه في نفس الوقت. صح متفق معك. فهمتيني؟ شكون اللي كيدفع الثمن ديال هادشي؟ راه المواطن. المواطن نعم. وخير دليل على هادشي راه المغرب هو المغرب. الحمد لله. راه اللي كيتبدل كيتبدل واحد شويش، الا مشينا مثلا هنايا كنلقاو واحد الجرده تزادت. نعم. بولا تبدلات، كانت صفراء ولات بيضاء. وعلى ذكر مدينه العيون يعني كاين شي تغيير السي هشام؟ اش غادي نقول لك؟ من ناحيه مدينه العيون كاين واحد التغيير اللي هو جذري. من هذه كنت قلتها لك لاله كريمه، من الزياره الملكيه. معايا انا بديت كنرجع. نعم نعم نعم. من الزياره الملكيه فاش كانت كان شرفنا سيدنا بالزياره ديالو الاولى، من ديك الساعه والامر غدا الحمد لله كطلع الفوق الفوق ومازال غدا القدام. غير هو ما كيعنيش ان هذا الكلام عاوتاني راه ما كاينش عندنا في العيون. نعم فهمتيني، راه كاين كاين، ولكن انا شنو اللي كنقول؟ نحاولوا على الانتخابات الحمد لله هي جايه، انا ما باغي ناثر على حتى شي واحد، انا مجرد مداخله ديالي وراي ديالي. نعم نعم فهمتي. راه لو كون كنا نصوتوا على دوك، عندنا الحمد لله دي ليسونسيي، عندنا مثلا بزاف ديال الناس اللي قراو، ولكن ما لاقينش مناصب للشغل. علاش هاد الناس هما اللي ما نقلبوش عليهم هما اللي نحطوهم في هاد المناصب هادو؟ غتكون المهنه ديالو. من المسؤول على هاد الشيء السي هشام؟ هو غنقولها ونرجعها حنا. هو المواطن. حنا حنا نعم نعم حنا بكل صراحه بكل صراحه بكل صراحه وشفافيه. واش ما كايناش الشفافيه؟ اولا حنا ما كنعرفوش نختاروا مع من، اولا كاينه شي مصلحه كتبقى، اولا ما فهمتش يعني ما كنشوفوش. حنا كنمشيو مع الموجه، حنا كنمشيو غير مع الموجه، لا ما عندناش ديك الاختيار ديك لو بون شوا فهمتيني. انا نقول لك انا مثلا امتى كنشوفوا حنا هاد الانتخابات وهاد المسائل؟ راه الناس مثلا في الدول الاوروبيه المتقدمه راه كتعامل مثلا بحزب فهمتيني، بلا داعي للتسميه. مثلا نقول واحد الحزب اللي سميتو اكس فهمتيني، راه عارف شكون هما كاملين اللي كاينين في ديك الاحزاب، فهمتي؟ غتشوفهم حتى الانتخابات. نتفق معك. نعم فهمتيني، هذا هو الايمان بالحزب مثلا، واخا الايمان لله، ولكن كنقول حنا كنامنوا بواحد الحزب انه غادي يخدم وغايدير وغايدير، خصنا نكونوا ديجا عندنا واحد متبعين ديك الحزب، حنا كنمشيو غير مع الموجه. ها هما دابا كيجي الحمله الانتخابيه فهمتيني، كاين المساكن بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش، كيستغلوا هذه الفتره هذه
كياكلوا منها واحد الطريف ديال الخبز كيحققوا مصالح ديالهم. عاوتاني كيجي مثلا اب او لا ام مسكين كيجيو كيوعدهم كيقول لهم غنخدموا لكم وليد وهادي فهمتيني. باقا ديك السذاجه عند المواطن المغربي. نعم. وهي هاد السذاجه راه ماشي شي واحد الحاجه اللي هي خايبه. انا بالنسبه ليا هي واحد المساله مقاردات. نعم. فهمتيني. ولكن باقا عندنا حنايا كيوظفوها ناس اخرين للمصالح الشخصيه ديالهم. ولكن راه الناس سي هشام تضررات دابا على حكم يعني دابا جبدنا الموضوع يعني من الجنوب يعني الى الشمال من طنجه للكويره يعني. نعم. الشمال الناس غرقات. شتي الاحداث اللي وقعت وهاد الكوارث اللي وقعت في مساكن في الجهه الشمال يعني تضرروا بزاف غير في الامطار اللي طاحت الخيرات ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن الصح ما كاينش يعني ما البنيه التحتيه ما كايناش. انا بالنسبه لي بحال مثلا هادشي اللي وقع ماشي من مثلا الشيء اللي وقعت مثلا الكارثه اللي وقعت في كازا. نعم. الكارثه هي اللي وقعت في الدار البيضاء هذيك نقدر نسميها انا كارثه. ولله الحمد ان ديك السد كان دار فهمتيني ما كون كانت الدار البيضاء مشات فهمتيني. ما هاد المساله ديال اش كيقولوا لها ديال تطوان ديال طنجه هذه انا بالنسبه لي كتبان لي عاديه ماشي شي حاجه اللي هي كثيره وغير ضخمناها وصافي. لانكم ما كانوش مثلا عندنا مثلا ديك المصنع وديك الناس اللي ماتوا فهمتيني ما كانش غدوز الامور بحال ما هكا. نعم. كانت غدوز عاديه. نعم. فهمتيني لاله كان ماشي انا معاك سي هشام انا كنتصنت لك سي هشام. فهمتيني لاله طنجه 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 مدينه كامله دو ا زد. نعم. فهمتيني شبيت نقول لك وقعت هذه المسائل ديال الفيضانات وهادشي وقعوا في واحد البلاصه واحد المنطقه. هذيك المنطقه الا مجينا مثلا جينا حفرناها ولا شفناها ولا هادي ولا هادي نلقاو فيها واحد المسؤول ما كانش خصو يكون في ديك البلاصه ديالو. فهمتيني بار كونتر راه هما كاينين بلايص اخرين بلايص اخرين فهمتيني اللي ما تعاداوش في هاد الفيضانات. نعم. فهمتيني لاله كريمه. ولي كنتمنى يعني هاد يعني الناس المسؤولين وتا الناس يعني المواطنين كيف قلتي انا كنحترموا الراي ديالك السي هشام يعني الخطا دائما كيكون من يعني ماشي من 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 واحد. عرفتي انتخابات شنو اللي عرفتي هادشي شنو اللي كيوقع فيه. نعم. فمازال لي كرون فيل لي كرون فيل نقولوا صافا راه الناس راه الناس اللي كتمشي تجمع الاصوات ديالها وهادشي راه كيمشيو يطلعوا للجبال كيمشيو للاقاليم الناس راه ما عارفاش شنو اللي وقع في الدنيا من تما كياخذوا لي باز ديالهم. لا حول ولا قوه الا بالله. انا نعطيك مثلا واحد المثال مثلا وقع مثلا هادشي كيوقع في بلا ما نقول ما نقولوش السميه لاله كريمه ماشي مشكل ما يبقاش عندك احسن ما تقولش اسم تفضل. كيجيو ناس اللي عندهم مثلا معامل وعندهم ديزيزين بزاف ديال الحوايج فهمتيني اللي عنده مثلا غيقدر مثلا غيوظف لك مثلا حتى 3000 ديال البشر راه 3000 صوت هذيك كيجيبوهم وكيخدموهم وكيسكنوهم باش يدوزو بهم هاد ليزيليكسيون. راه غير اكادير اكادير شكون اللي كياثر في الانتخابات ديالها راه البحريه. انا نعطيك المدن كاملين اللي فيهم المراسي كاملين سيدي افني بزاف ديال المدن راه البحاره مساكن. دابا حنا بغيناش غير ما يتضررش المواطن المغربي اللي كيدير المجهودات ديالو وكيعطي صوته. الصوت راه ماشي رخيص. الصوت راه صوت ماشي من اجل المادة أو يعني الصوت. راه مسؤولية هذاك راه مسؤولية راه مسؤولية حب الوطن الوطنية راه مسؤولية راه مسؤولية. نعم. راه مسؤولية لاله كريمة هذاك الشيء هذاك الصوت ديالنا اللي كنمشيو كنحطوه. نعم. فهمتيني راه هي إما غادي نساهموا في تقدم الدولة ديالنا أولا بديك الصوت اللي غادي نحطوه غنحكموا على روسنا بالتخلف ولا غادي نبقاو دايرين بوز حياتنا كاملين. لأن صوت واحد. نعم. شي صوت واحد راه بعض المرات مقعد في البرلمان راه كيأثر فيه صوت واحد يقدر يكون الصوت ديالي يقدر يكون الصوت ديالك يقدر يكون الصوت ديال أي مواطن. نعم. فهمتيني ما نحكروش حنا أنه غير صوت واحد راه هذاك الصوت واحد يقدر يعني يقدر يبدل الخريطة السياسية كاملة. بصح أسيدي بصح. ولكن خصنا نكون أنا لاله كريمة أنا بغيت نوجه هذا الميساج هذا. أتفضل مرحبا بك. الله يجازيك بخير. نحاولوا يا مني وجبد فهمتيني حنا المغاربة كاملين طبيعي نحاولوا لابروشين الا بغينا نصوتوا ف
فهمتيني؟ حنا راه اللي كنشوفوا راه ما كاينش الثقه في الاحزاب فهمتيني؟ بين قوسين ولكن جا واحد من العم يعني بعد هو سي هشام غنقول لك واحد الكلمه. هو المشكل اللي كاين ماشي حنا غير كنقولوا سمح لي بهذا المصطلح الشعبي ديالنا حوته كتخن الشواري. لا 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 حنا ما غاديش نقول يعني كاين شي كاينين ناس اللي هما الحمد لله اللي هو اكس وحزب اكس ال وغادا يعني ما نقدروش اكزاكتومون لا ما نقدروش كاينين الاخيار وكاينين الاشرار وهادشي اللي كنقول لك البيض وكاين الكحل نعم فهمتيني نعم. ولكن هاد البيض وهاد الكحل راه ديما كنرجعوا حنا اللي كنختاروهم هو نحاولوا نديروا ان بون شوا نحاولوا مثلا تكون واحد التوعيه سياسيه قبل الانتخابات هذا دور الاعلام نعم. نعرفوا مثلا بالاحزاب التاريخ ديالهم الناس اللي غترشح لينا نشوفوهم هما شكون راه بعض المرات راه كنشوفوا شي لائحه اللي شي ناس اللي هما ما شاء الله لا حول واحد دخل لك مثلا دخل لك تخلي معايا لاله كريمه نعم. واحد دخل لك الانتخابات لاش انا غادي نجي مثلا غادي نترشح في هذه الدائره كذا باش نجمع مثلا واحد 100 صوت ياك غادي نبيعهم لواحد وناخذ 3 مليون ولا 4 مليون ديالي وغادي نخرج بحالي. ايوا حنا يعني خاص يكون واحد دخلت لواحد الحزب او دخلت لواحد العمل اللي هو يعني حب الوطنيه الوطن يعني كنخدم راه زعما تقليد في هذا الشيء واحد كاين مثلا انا غادي نصوت على واحد اللي هو مرشح نعم نصوت عليه ولكن هذاك الشخص انا ما جلستش معاه ما عشرتوش ما غنجيش ما كنعرفوش خاصني ايه ما كنعرفوش ما كنعرفوش ما عارف عليه والو بحال انسان شديتي واحد الحاجه ولحتيها في الخوا فهمتيني بحال انسان كيبقى بنادم كيعطي النيه ديالو وعلاش دابا كتلقى دوك الامهات والاباء الناس الشعبيين اللي ما قاريينش ما واعيينش مساكن تيجيو تيصوتوا كيعطيو صوتهم يعني راعي دوك الناس اللي هما نيه وخلي الشباب ديال اليوم نقدر نعطيك انا نقول لك اوكي غنصوت عليك ما كي نقدر نلوح صوتي على شي صوت اخر اولا ما نلوحش كاع ونهني فهمتي بين قوسين هادشي كيوقع ولكن كيبقى القلب يعني النيه ابلغ من العمل تماما لا تماما وسيرتو في هاد الظروف سيرتو في هاد الظروف الحاليه دابا وصلنا لواحد المرحله الحمد لله المغرب اللي ولا تبارك الله شاد واحد المرتبه اللي كاينه في الدول الاوروبيه العظمى نعم هذه شهاده الشهود يعني مفروض علينا دابا راه ولا التصويت واحد ماشي بقى غير واجب وطني نعم فهمتيني راه ولا واحد التقليد يعني هي اللي بديت في الكلام ديالي قبيله يا اما بديك الصوت يا اما غنعاونوا البلاد باش تزيد القدام يا اما غنرجعوها للور يا اما نخليوها في بلاصه الضرب اللي كنتمنى ان شاء الله الرساله ديالك سي هشام انا غير اللي بغيت نقول لك لاله كريمه نعم تفضل ومازال غيجيوك مكالمات هاتفيه وهادي وراه كاينين الناس اللي كيسمعوا دابا انا يا ربي غير عيط شي واحد مثلا لك لاله كريمه ويقول لي من لا سي هشام راك انت كتكذب راه انا كان النهار اللي كنمشي مثلا للمجلس البلدي كنلقى رئيس المجلس البلدي في المكتب ديالو نعم فهمتيني يعني اش بغيت نقول لك نعم تفضل السيدي يعني ما كاينش الحضور ما كاينش إذا كان رئيس مجلس بلدي نعم. غيب الور لابروشين يا ربي نحاولوا عفوا نحاولوا نصوتوا نحاولوا نصوتوا على الناس نحاولوا نصوتوا على الناس مثلا اللي غيكون عندهم الوقت ديالهم نعم. الشغل الشاغل هو هذه المساله السياسيه ديالها هي هذا المنصب مثلا هو سي هشام حنا ما غاديش نحكموا على المسؤول مثلا على جماعة أو لا على عمالة أو لا مع احتراماتي الجميع هو كيف قلتي ما نقدروش هو يقوموا بالمهام ديالهم وصافي حنا ما تيهمناش أنه ما يكونش في المكتب ديالو أو هذه كاينين موظفين أخرين كاينين مسؤولين تحت منه يعني حيت كل واحد كتكون عنده ظروف هادشي اللي كندويو عليه راه هي اللي كندويو عليها نقولوا ما كاينش مسؤول كبير والله سبحانه وتعالى ما كانش مسؤول كبير غادي نعطيو العصا اولا كاينين تحت منه كاينين موظفين كاينين بزاف الى اخره ولكن واخا لاله كريمه نسولك الله يجازيك بخير ونديرو يديرو خدمتهم واش مثلا مشينا لشي دائره امنيه الا مشينا لشي دائره امنيه نعم دائره امنيه راه كنلقاو فيها رئيس الدائره كنلقاو فيها ضابط ممتاز كنلقاو فيها تحيه للامن الوطني تحيه ليهم ياك من هذا المنبر تحيه للامن الوطني ياك
واش كنمشيو نمشي نهار ما كنلقاوش رئيس الدائره؟ لا كنلقاو انا زاحيت سميتو رئيس الدائره ما غاديش يكون. لا كاين رئيس الدائره ملي كنمشيو للعماله مثلا، كنمشيو للمصلحه الشؤون الاقتصاديه كاين رئيس مصلحه الشؤون الاقتصاديه، كنلقاو رئيس يعني اي واحد تابع للدوله كنلقاو الحضور ديالو. هكذا خصنا نكونوا حتى حنايا، حتى هاد المرشحين وهادو اللي طلعوا السياسه حتى هما خصهم يكونوا امنوا بالحضور. راه الا ما كانش الحضور راه ما يمكنش. نعم راه حنا كندويو، راه كندويك على مصلحه ديال الدوله، نعم ديال البلاد على قدها، ديال المواطنين كاملين، ديال المغاربه كاملين. نعم فهمتيني، راه ما غيتقداوش مثلا بواحد ساعتين في السيمانه. اللي كنتمنى ان شاء الله تكون الرساله ديالك توصل سي هشام. تنشكرك بزاف هشام. لا لا اختك لاله كريمه، وتحيه لك من قلب استوديو شوف تي في، قناه شوف تي في بالمجهودات ديالها. واللي كنحييك ونحيي الناس ديال العيون يا وني وخيرت. الله يطول لنا عمرك لاله كريمه، الله يطول لنا عمرك ونتمنى لكم التوفيق والنجاح بهذا الروح المريحه وهذه الصراحه ديالك. كنتمنى يكون واحد التواصل، ومازال ان شاء الله نتكلم معك في الخاص ان شاء الله. ان شاء الله لاله كريمه، ان شاء الله، الله يطول لنا عمرك. تحياتي لك، شكرا. نهاركم مبروك لاله، سعيده بك. شكرا لك، شكرا لك. شكرا مره اخرى للمتفاعل هشام، مدينه العيون جنوب الصحراء، اللي كنبغي نقول ليه شكرا لك على الكلمه والتدخل ديالك، لان كانت يعني بصراحه وبثقه ويعني نيشان. ويعني كنتمنى المتفاعلين والناس اللي كيشاهدونا انه يعطيو الراي ديالهم، وتنشكر الناس على التعاليق ديالهم اللي كيتواصلوا معنا. وكنقول مره اخرى اللي بغى يتواصل معنا ويتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23. وحنا دائما على موضوع الحلقه اليوم، واش راضين على البنيه التحتيه في مدينتكم؟ كنتمنى انكم تجاوبونا وتتواصلوا معنا وتعطينا التعاليق ديالكم. اللي كنتمنى ان شاء الله تكون الامور مزيانه وكل واحد يقوم بالمهام ديالو، اي مسؤول من اتلزيت يعني بحب الوطنيه وحب الوطن، يعني خصنا ان نحترموا اي مهنه، يعني اي عمل خصنا نحترموه بحب ونؤديه. يعني الرساله يعني احنا في بلد حبيب اللي كنناضلو من اجله، من اجل الرايه المغربيه والصحراء المغربيه تحت رعايه قائد الامه صاحب الجلاله محمد السادس رعاه الله ونصره الله يحفظه لينا، والامير مولاي الحسن والامير مولاي رشيد والاسره العلويه. اللي كنتمنى ان شاء الله نكونوا دائما وفيين للبلد ديالنا حبيب الله الوطن الملك دائما، ولكن خصنا نكونوا بحب بثقه، لان ملي كيتادى القسم يعني خصنا نخدموا بالروح الوطنيه. يعني حتى المهنه اللي كنخدموا كنكون مسؤول على شي حاجه، بحال دابا الناس دابا في الاحياء ولا في يعني كل ساكنه كذا كذا وساكنه كذا كذا، يعني كتقوم يعني الجماعه او السلطات المحليه او يعني كتقوم بالمهام ديالها، تيشوفوا يعني الاحياء ساكنه. بحال دابا الناس اللي كيقوموا مثلا كنشوفوا دابا تبارك الله الحمد لله الشوارع بدات كتنقى، بدات الحمد لله ما بقاش ذاك الزبال، ما بقاش بزاف ديال الحوايج. اللي كنتمناو ان شاء الله نكونوا في حسن الظن وكونوا الناس مسؤولين على كل يعني منصب. وكيف قال الاخ المتفاعل معنا مدينه عيون هشام، يعني حتى هاد الناس اللي غادي نصوتوا اليوم ولا ننتخبوا، لا ما تنقولوش لا، التصويت مهم بلادنا، حنا كنا مع المجندين بلدنا الحبيب، ولكن يعني الناس اللي غنصوتوا عليهم يقوموا بالمهام ديالهم، وتا المواطنين تا هما يحتفظوا ويردوا يعني تا واحد البلاصه اللي مثلا الساكنه اللي انا فيها وهذاك الحي خصنا نردي البال، نظفوا نديروا، علاش كنديروا الاشجار ونديروا الربيع، كنشوفوا يعني تا يعني الناس ديال النظافه اللي دايرين المجهودات ديالهم، دوك الناس الشعبيين اللي مساكن كيقوموا يعني دوك القطاع المعاش، يعني دوك اللي كنقولوا اللي كيديروا مع احتراماتي المجتمع هو الاخر يعني بالمجهودات ديالو، حتى
تنحييهم بزاف الجهد ديال النظافه، كنشوفهم الصباح بكري كينظفوا، يعني دوك الناس يعني كيقوموا بالخدمه ديالهم، يعني خصنا نحترموا حتى الناس تحترم يعني ذوك الاسبال اللي كيتلاحوا في القواد الشرف الله قدركم وداك الشيء، حتى هو كيحبس ملي كتجي الشتا ملي كيتخوى الماء او كيسيقوا الناس ديور ولا هذا كيتقفل داك سميتو كتولي فيضانات كتولي واحد كتولي رائحه كريهه كتولي بزاف د الحوايج، يعني خصنا حتى حنا نديرو اليد في اليد، خصنا نعرفو حتى حنا ماشي نديرو على المسؤولين، حتى حنا خصنا نقومو باليد في اليد باش ان شاء الله ترجع الامور مزيانه وترجع الحياه العاديه، يعني حنا في هذه الجائحه كوفيد 19 اللي كنتمنى يا ربي يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنى دائما من متتبعي قناه شوف تيفي على البث المباشر داخل ارض وطن وخارج ارض وطن مشاهدين ومتتبعين، دائما احنا على 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 تعليمات ونصائح، يعني دائما ديروا الكمامات، باقي احنا ماشي تنقولوا الناس اللي لقحت الجرعه الاولى والثانيه صافي راه كملت، راه باقي الاحتياطات مابقاش باقي التجمعات ما كايناش، التعقيم ضروري، التنقل بلا حتى حاجه يعني بلا فائده بدون ورقه استثنائيه او بدون يعني غادي بنادم لا حتى شي حاجه مهمه وخاصه غادي خارج، يعني خص الانسان يرد البال راسو باش نرجع ترجع الحياه العاديه والسلم والسلام بلدنا الحبيب اللي كنتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع. مره اخرى اللي بغى يتواصل معنا ويتصل بينا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23 كنتمنى انكم تكونوا كتفاعلوا معنا ونكونوا في حسن الظن ديالكم، اللي كنتمنى للجميع، واليوم النهار الاول في شعبان اللي كنتمنى الصحه والسلامه للجميع، وكل عام وانتم بألف بخير ان شاء الله لينا وعليكم وعلى الاسره العلويه، وكنتمنى وعلى ملكنا حبيب الهمام الله ينصرو، اللي كنتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه ويبلغنا شهر الغفران رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه والسلم ان شاء الله، وكنتمنى الناس كيف قلتوا يديروا الاحتياطات، وعلى ذكر التعليمات ان شاء الله يعني السلطات المحليه بالمجهودات ديالها، السلطات الامنيه بالمجهودات ديالها، والسلطات القوات المساعده بالمجهودات ديالها، والقوات المسلحه الملكيه بالمجهودات ديالها، والدرك الملكي بالمجهودات ديالهم، المجتمع المدني تنبغي نشكر بالمجهودات ديالهم الله يحفظهم، ونتمنى ان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديال الجميع ان شاء الله. اللي بغى يتواصل معنا ويتصل بنا بالرقم الهاتف 06 82 01 88 23، كنتمنى انكم تفاعلوا معنا ومرحبا بكم. كيف قلنا في الموضوع اليوم الحلقه، واش راضيين على البنيه التحتيه في مدينتكم؟ نتمنى ان شاء الله تكون الامور بخير وعلى خير يا ربي، وكنحيي الناس اللي تا هما مسكنين في ديور الصفيح هو الكريان، اللي كنقول الناس اللي مسكن تا هما كيتكرفصوا في السكن ديالهم، والحمد لله كنتمنى الامور يعني ديور الصفيح بدات كتنقص، بداو كيعطيوهم بقعات اللي ان شاء الله يستافدوا بهم ان شاء الله، وكاين البعض اللي باقي ما استافدش الله ييسر ليهم، لان كيتمحنوا مساكن في الامطار اللي كطيح وتا في القوات الشرف الله قدركم كيتمحنوا مساكن في الاسباب بزاف ديال الحويجات، واللي كنتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه ويكون التغيير ان شاء الله وتكون الامور مزيانه. اللي بغيت نقول مره اخرى كنبغي نوجه واحد الرساله تحيه وبالشفاء العاجل الاخت حبيبه السدلي، اللي كنبغي نقول لك ستيري حبيبه الله يشافيك ويعافيك من مدينه الجديده، اللي كنت عملت معها واحد الفيديو اللي كنتمنى ان شاء الله هي الشفاء العاجل وهي طريحه الفراش
المده ديال 15 سنه اللي مسكينه تمحنت بزاف، اللي كنتمنى تكون واحد الالتفاته. راه الفيديو راه مليوح على اليوتيوب. اللي كنشكر مره اخرى المجهودات ديالها قناه شوف تي في. اللي كنقول لك سديري حبيبه، اللي كنتمنى لك الشفاء من قلب الاستوديو شوف تي في ومن قلبي الخالص. كنا معاك ونتمنى التفاعل، والناس اللي بغى يتواصل مع حبيبه سديري تواصل معها بالرقم 0667. راه كاين على الشاشه وكاين حتى في اليوتيوب في الفيديو اللي حطيناه واللي صورت معها. اللي كنتمنى لك حبيبه سديري الشفاء العاجل، وكنتمنى ربي يحفظ عليك القلوب تي وجميع المرضى والناس. واللي بغى يتواصل مع حبيبه سديري تواصل معها بالرقم هاتف 0667، الاخر الاول ديالها 0667. كنتمنى ربي يشافيها ويعافيها وتكون واحد الالتفاته ان شاء الله. الشفاء العاجل لك اختي وصديقتي وعزيزتي، واللي كان جيت لقيتك يعني بحب وايمان قوي بالله، وهي يتيمه الاب والام، ولو كاينين خوتها خواتاتها فاطمه خديجه تنشكرهم على المجهودات اللي كيقوموا بها مساكن كيتعاون. ولكن ملي كيكون واحد يتيم الابين يعني الوالدين الله يجعل المثواهم الجنه، اللي تنقول لك مره اخرى سديري حبيبه معاك الله معنا والله يشافيك، ونتمنى ربي يوقف معك ويحطف عليك القلوب اختي حبيبه سديري. اللي كنقول مره اخرى اللي بغى يتواصل معنا ويت احنا باقي لنا على يعني باقي واحد بعض الدقائق، لان كاين بعد الحلقه ديالي يعني كاين الصفحه الرياضيه مع الزميل والصديق محمد بوحوته والرياضي كبير سابقا اللي دار مجهود وعطى الوطن الحبيب والصفحه الرياضيه الاخ ارمومن. اللي كنتمنى نكونوا في حسن الظن ديالكم. اللي بغى يتواصل معنا في هاد الدقائق القليله 06 82 01 28. مره اخرى كنبغي نوجه واحد الرساله وتحيه توفيق هو وزت الحرم ديالو الاخت مريم والابن ديالهم علاء الدين من دار بوعزه. اللي كنبغي نقول لك تحيه لك خويا توفيق الزوجه ديالك مريم والابن ديالك علاء الدين. اللي كنبغي نقول لك الله يحفظك والله يخليه لك والله يعاونك، وفي العمل يعني ديال الالومنيوم اللي كيدير واحد المجهودات اللي تنبغي نحييه هو والسي محمد العمراني. تحيه لك هذا الباترون ديالو السي محمد العمراني. اللي كنبغي نقول لك تحيه لك بالمجهودات ديالك انت والعائله ديالك الاب ديالك وعمامك اللي كنبغي نحييهم، هما جيراننا في المعمل. اللي كنقول لهم تبارك الله عليكم المجهودات ديالكم في اللي كتقوموا بها الالومنيوم ومجهودات الجباره. تحيه العمراني سي محمد، واللي كنقول لك الله يعاونك وكنحييك من هذا المنبر من قناه شوف تي في، وكنقول لكم عواشركم مبروكه في شهر شعبان الله يبلغنا شهر غفران ان شاء الله رمضان. مره اخرى تنبغي نقول للمتتبعين احنا في حلقه اليوم حلقه خاصه ديال واش نتوما راضين على البنيه التحتيه في مدينتكم. كنتمنى يكون التفاعل مره اخرى. شكرا على التعاليق ديالكم، شي راضي شي ما راضيش شي دا، ولكن كنتمنى ان شاء الله تكون الامور بخير وعلى خير، وحنا دائما بلد الحبيب والمجهودات ديال الناس اللي كتقوم بها، ونتمنى الناس تقوم يعني بالعمل ديالها بحب وباخلاص وبنيه، باش ان شاء الله المواطن حتى هو كذلك نديروا اليد في اليد باش تكون الامور بخير وعلى خير. وكنبغي نوجه واحد التحيه للابن ديالي عبد المعز الهاشمي اللي حاضر معايا في الاستوديو كضيف ومن جنود الخفاء. شكرا لك ابني عبد المعز الهاشمي اللي جا كيشاهدني في الاستوديو باش يشوف الام ديالو كيفاش كتقدم. تحيه لك ابني عبد المعز الهاشمي اللي كان
نتمنى ان شاء الله جميع الوليدات كاملين عطله سعيده لكم بالصحه، ولكن ردوا بالكم ماشي عطله باك ترجعوا فيها وتقراوا فيها وتردوا البال وديروا الكمايم. حتى الاباء والامهات يعطيو النصائح لوليداتهم وراجعوا، ماشي الا كانت خريجه خريجه خفيفه، ولكن ردوا البال لوليداتهم. ولي كنتمنى الصحه والسلامه للجميع، وما نساوش التحيه للحاجه المهمه ديالي الحاجه سعديه والابن ديالي الصغير نزار، تحيه ليك نزار اللي خليته مع الوالده، اللي كنتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه وفطور شهي اللي صايمين اليوم الاول ديال شعبان ان شاء الله بالصحه والسلامه للجميع. مره اخرى سنبغي نوجه التحيه من كل الناس اللي كتواصل معنا، من اصدقائنا الفنانين والفنانات المبدعين المبدعات، يعني كل داخل الاستوديو خارج الاستوديو، زملائنا الصحفيين بالمجهودات ديالهم اللي كيقوموا بها. كنتمنى لهم الصحه والسلامه وطول العمر الله يعاونهم. اللي كنبغي نقول لهم بهذه المجهودات ديالكم نتمنى لكم التوفيق، ومره اخرى المجهودات ديال شوف تي في، واللي كنتمنى الصحه والسلامه للجميع. وتحيه للمدير المسؤول ديالنا سي ادريس شحسان على المجهودات ديالو، وتحيه للعائله ديالو الصغيره. وكنتمنى ان شاء الله شعبان يدخل عليه بالصحه والسلامه والعائله ديالو، وكنتمنى اللي كاينه اللي في الدار البيضاء وفاس وفي الناظور، تحيه لك العائله الكريمه لعائله مسيو ادريس شحسان والعائله الزوجه ديالو. اللي كنبغي مره اخرى تنبغي نقول شكرا، شكرا للطاقم شوف تي في، شكرا للمخرج دائما لولا المخرج ما تكتملش الصوره، شكرا لجنود خفا، شكرا للتقنيات ديالو المبدعه والجميله السي المخرج صلاح الدين، تنحييك بزاف بزاف، تنقول لك شكرا على المجهودات ديالك، شكرا لعبد الحق الفوتوغراف ديالنا للمجهودات ديالو 3 دي اللي كنشكروه بزاف المجهودات ديالو، شكرا لرئيس التحرير المجهودات ديالو دائما تلقاو في جلدنا، دائما انا كنشكرو باسمي كمنشطة برنامج اشمع عندك على المجهودات، دائما كيكون يد اليمنى مسكين ديالي. شكرا لك سي اسماعيل دائما يعني كنستافد منه، شكرا لك اسماعيل على المجهودات ديالك، شكرا على المراسلين الفيسبوك عبدو عبد الرزاق الشرقاوي سفيان، تحيه لكم المجهودات ديالكم، شكرا للمجهودات اللي كتقوم بها اخواتنا اللي كيتصلوا بهم الحالات الاستقبالات الاخت احلام والاخت حياه المجهودات ديالهم، شكرا على المونتاج الاخت سكينه الاخت سهام والاخ مصباح والياس ويونس وكل شيء كاع اللي كيقوموا بالمجهودات ديالهم، واللي ما ذكرناش الاسم ديالو يعني جنود يعني الصحفيه داخل الاستوديو خارج الاستوديو المجهودات ديالهم كلهم كنبغي نحييهم. اللي كنتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع، واللي كنبغي نحيي بها الزميل الصديق شكرا لك دائما يعني تتواصل معايا كلكم زملائي وخوتي على الصحفي ديالنا على تنبغي نحييك بالمجهودات ديالك اللي كنحييك مره اخرى، اللي كنبغي نقول لك هنيئا لك دائما بالمجهودات اللي كتقوم بها وكلهم الصحفيين اللي كيقوموا بمجهودات داخل الاستوديو وخارج الاستوديو. وكنبغي نقول مره اخرى اختي اسمهان الادريسي شكرا لك على المجهودات، وشكرا لك على الخلعه اللي كتخلعي وكتصلي بيا اي فيديو كيتحط كيصيفطوه لك دائما هاد الناس هاد البلاغ الكاذب اللي كيعطيو لكريمة وسط. كريمة وسط هي باقيه على قيد الحياه، مسكينه كيحطوا لها شي فيديو ولا شي صوره كتتصل بيا، يعني هي حاليا جات من ديار اسبانيا كاينه مع الاخ ديالها في العاصمه الرباط، اللي كنتمناو ليه الشفاء العاجل هشام الادريسي. وشكرا اللي كتسانديني وكتصلي بيا كتقولي بان راه
هذا راه كلمه شنو وقع لك كلمه بقى على قيد الحياه عفوا. وشكرا للعائله ديالك الصغيره كلها، الاخ سعيد وحميدو وكريم ديال اسبانيا، ولالا فاطمه تشوشت عليا مسكينه ديال اسبانيا، يوسف ديال ابراهيم وابناء ديالها. شكرا لكم على المسانده الطيبه والمعنويه، واللي كنبغي نقول مره اخرى المجهودات اللي يعني كتتواصلوا معايا وكتسولوا فيا ورختكم. شكرا مره اخرى المحاسن ديال الامريكيه يوسف ديال شمال والابن ديال محمد امين. شكرا لكم وعواشركم مبروكه وكل عام وانتم بالف خير. وكنبغي نقول المايك اب حميد الحلواني، عيد ميلاد سعيد مريم الابنة ديالك الحلواني، كل عام وهي بألف خير، وكنتمنى لها الصحة والسلامة، وماماها السلوى اللي كنبغي نقول لك تحية الابنة ديالكم والأخ ديالك آدم الحلواني، واللي كنبغي نقول لك عيد ميلاد سعيد مريم الأب ديالها هو المايك اب ديالي صالون الحلواني. شكرا لك الحلواني وشكرا مريم، عيد ميلاد سعيد، جويوز انيفيرسير. جويوز انيفيرسير مريم، جويوز انيفيرسير، جويوز انيفيرسير مريم، جويوز انيفيرسير. كل عام وانت بألف خير، وباش تمنيتي ان شاء الله مريم حلواني، وتحيه للعائله ديالك. ومره اخرى تنبغي نقول لنا شكرا لكم، جنتنا مكالمه ولكن نحن على نهايه الحلقه. كنتمنى ان شاء الله تواصلوا معنا مره اخرى، لان كاين عندنا حلقه الصبحه الرياضيه مع محمد بوحوته. شكرا لكاع اللي كيتواصل معنا واللي داروا التعاريق ديالهم وسيساندونا وساندوا البرنامج ديالنا. شكرا لكم، وبهذا المنبر كنبغي نقول لكم عواشركم مبروكه، والله يهدي هاد الناس اللي كيديروا علينا التعاليق واللي اللي كيديروا بلاغ كاذب. حنا ميتين اولا شي، لا هو الموت علينا حق، البلاغ يكون في المحل ديالو، لان باش الناس دير البوز على ظهر ناس اخرى حرام، وهادشي اللي كديروا. اللي كنتمنى لهاد الناس الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. وشكرا لكم على التفاعل ديالكم، وتصبحون بألف خير غدا ان شاء الله على الساعة 8 ان شاء الله. اختكم كريمة وصلت.